تفضل شيخنا الشيخ عبد المحسن سيبدأ يوم الأحد 1/6/1441 إذا أطال الله في العمر في كتاب الموطأ. نعم. فما هي نصيحتكم لطلبة العلم؟ والله أنصحهم أن يحضروا هذا الشر. نعم. لأن الشيخ من أهل العلم. نعم. بالحديث وبالفقه. نعم. فهو شرح كتب السنة. صحيح. رأيته؟ نعم. فهذا الشرح شرح لكتب السنة أعطاه علوما أو وجد علوما في هذا الشرح. نعم. إذن فإذا جاء الآن يشرح الموطأ فما تقدم أن وجده أو ظهر له من العلوم سيضيفه إلى شرحه للموطأ. يا سلام. نعم. رأي. فعلى هذا لا شك يكون حضور هذا الشرح من باب الاستفادة والجمع بفوائد الشيخ التي مرت عليه في شرح كتب السنة. زبدة الزبدة. أيوة. شيء تقول كذا. رأيته. والموطأ هذا كتاب نستطيع أن نقوله كتاب المذهب أي المالكي. ويقال لكن ليس فقط المالكي لأنه بالعديد وهكذا. لكن إذا أردت المذهب تجد أصوله مذهب مالك في هذا الموطأ كما ذكروا هذا الشارح الذي ذكرت لكم. رأيته. هو يقول الموطأ إنما وضعه مالك تمهيدا للأصول على الفروع أو تمهيد للفروع على الأصول. وبين وجه ذلك في شرحه كيف تأخذ مذهب مالك من الموطأ وما هي الأصول التي في الموطأ. لولا الوقت أريتكم هذا. رأيتكم هذا ما ذكره أصول المذهب. إذن فهو كتاب المذهب حقا إلا أن المتأخرين من المالكية قد لا يعتنون به كثيرا. المتأخرين ما أقول المتقدمين. نعم. ما هو كتاب الأم. نعم. هو الكتاب الأم الدليل. أيوة. نعم. الدليل ولأنه وضع الإمام أيضا لنفسه. نعم. وأقرأه 40 سنة. نعم. وكذا في هذا المسجد النبوي في المدينة هنا. نعم. فهو كتاب يستحق أن يستمع إلى شرحه ليس للمذهب بل للعلم. نعم. يعطي لك علم مالك. نعم. هذه المسألة. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. وحفظ الله الشيخ العباد حفظه الله. نعم. لا شيخنا لعلنا نوثق الجلسة. نعم. نوثق الجلسة في آخر هذه الجلسة. هذه جلسة مع الشيخ عبد الرحمن. نعم. بن عوف كوني في يوم ساعدوني الخميس. يوم الخميس ليلة الجمعة. نعم. 28 جماد الأولى لعام 41 و400 وألف في بيته المحروس في العوالي. ما الحاضرون أخوكم الشيخ أو أخونا الشيخ هيثم جميل سرحان وأخوكم المتحدث أبو عبيدة الأمين موافقي وأخونا راشد عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. وجزاكم الله خيرا وأتمنى أن يكون هذا أن تنشروا هذا اللقاء أو هذه اللقاءات التي صورها أخونا الشيخ جميل أخونا الشيخ هيثم وأتمنى أن تنتشر في العالم الإسلامي وأن تنشروا شروح شيخنا فهي موجودة الحمد لله على اليوتيوب وموجودة في المواقع التواصل لمن أرادها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. نشكركم. أحسن الله إليكم إن شاء الله. جزاك الله خير.